حاليا مركزين على التحريك الاقتصادي، الهدف تاعنا تحريك الاقتصاد المحلي لمدينة بنغازي عن طريق تشجيع الشباب انهم يفتحوا their own businesses عن طريق الستارت ابس. تو موقعين عقد مع كوفمان اورجانيزيشن. We train and mentor the participant to manage their own businesses. ناخذوها من ان هي تكون raw idea لعند ما يقعد مشروع متكامل بالميزانية بالبزنس بلان تاعها. أنا في اعتقادي دورك حيكون قادر على التغيير وعنده الأثر الكبير في المجتمعات المغاربية، لسبب بسيط إنه هو يجمع من الشباب المغاربي يربط بين أفكارهم ويطلع في منتوج ما كانش حيطلع لو كان كل حد يشتغل في حالة. أنا نحب نكون جزء من دورك، واستمتعت جدا واستفدت جدا من المؤتمر اللي قام هنا في مراكش 5 أيام اللي فاتن. كان في discussion panels مفيدة جدا، كان في نقاشات وأطروحات غاية في الروعة بصراحة. شباب وبنات من جميع دول المغرب الكبير اجتمعنا وتبادلنا الأفكار والثقافات، وحبيت التجربة بصراحة.